المحور الإنساني وهذه دورة الإدارة والتدريب الرياضي. أهلا بكم بوصفنا الجهة العلمية الأكثر مصداقية والتي تعمل بتراخيص رسمية وحكومية. فقد ارتئينا وقررنا أن تكون هذه الدورات التعليمية هديتنا لكم وللعالم. وقد أسس المحور الإنساني العالمي للتنمية والأبحاث عام 2015 وأقام ندوات ومؤتمرات والعديد من الأنشطة في عدد من دول العالم من بينها الأردن والجزائر ومصر وسلطنة عمان والعراق وبولندا وأوكرانيا وغيرها. أما عن هذه الدورات فإنها غنية بمحتواها ومضامينها بحيث تمنح المشترك فيها المعرفة والفائدة في مجالاتها كافة. وسنبدأ في هذه الدورة بالحديث عن الإدارة والتدريب الرياضي. مفهوم التدريب الرياضي: التدريب الرياضي هو علم وفن وأسلوب تربية يعد الأفراد ويعدهم لخوض المسابقات الرياضية والاعتياد على الرياضة اليومية واعتمادها كأسلوب حياة. ويقوم التدريب الرياضي على خطة معدة مسبقا تخضع لأسس ومعايير معينة، حيث أنها تعد الأفراد بشكل تدريجي لتحمل التدريبات الرياضية الصعبة وتحمل الضغوط النفسية والبدنية، كما أنها تراعي القدرات الفردية لكل شخص. تختلف التدريبات الرياضية باختلاف فئتهم منها العمر والجنس. والتدريب الرياضي وهو عملية تعتمد على الاستمرارية ولا ترتبط بمواسم معينة. ويعد التدريب الرياضي بفوائد عديدة على الأفراد والمجتمع. وللتدريب الرياضي خصائص ومميزات عديدة منها الفردية، وهي تراعي قدرات الأفراد المختلفة. ويختلف التدريب المقدم باختلاف قدرات الفرد البدنية والنفسية واختلاف القدرة على التحمل. الوصول إلى أقصى إنجاز على مستوى التدريب الرياضي وخاصة اللاعبين المختصين بممارسة رياضة معينة، ويكون بقيادة وإشراف مدربين مختصين في التدريب الرياضي. يتطلب تغيير نمط الحياة اليومية للمساعدة على الالتزام بخطة التدريب الرياضي المعدة والتعود على جعل التدريب الرياضي من الممارسات اليومية. ويعتمد بشكل أساسي وخاصة في المجال الطبي والصحي والرياضي برفع مستوى اللياقة البدنية والنفسية للمتدرب. أما الآن سننتقل للحديث عن فوائد التدريب الرياضي. أولا، له فوائد صحية مثل تطوير جهاز المناعة في الإنسان وإبعاد الأمراض والتخلص من الضعف البدني الناتج عنها وتأقلم أعضاء الجسم وأجهزته على نمط صحي ومريح. أما الفوائد التعليمية للإعداد البدني، فوائد عديدة مثل تنمية القوى العضلية والبدنية والنفسية للأفراد والقدرة على التحمل والسرعة، بالإضافة إلى الرشاقة وإتقان المهارات الرياضية المطلوبة وتطوير القدرات الحركية والخططية اللازمة في المنافسة. هناك ارتباط وثيق بين الإعداد المهاري والخططي حيث يشكلان وحدة واحدة. تزويد الأفراد بالمعلومات الصحيحة والفوائد الغذائية وأسس النظم الحركية. أما الآن سنتحدث عن فوائد تربوية. له تعليم الأفراد حب الرياضة وخلق دوافع لدى الأفراد لتعلم الرياضة ودخول نظام تدريبي رياضي وتنمية الصفحات والصفات الحسنة لدى الأفراد والأخلاق العالية لدى الأفراد كذلك. بالإضافة إلى هذا، زيادة ثقة الأفراد بأنفسهم وتقوية شخصية كل فرد على حدة. أما الآن سننتقل للحديث عن خطة متبعة في التدريب الرياضي. ومن الخطط المتبعة في التدريب الرياضي عدد اللاعبين المشاركين في الدورات الدولية والأولمبية. هناك خطط قصيرة المدى تهدف إلى إعداد اللاعبين لمسابقات قريبة. كذلك هناك خطط التدريب الأسبوعية وتشمل التدريبات المطلوب إنجازها من اللاعبين في كل أسبوع للحرص على استمرارية التدريب وجهوزية اللاعبين لخوض المباريات والمسابقات المنعقدة بشكل دوري ومباريات أحيانا قد تتعلق بالفوز بكأس أو لقب معين. هناك خطط تدريب سنوية، خطط المعدة لضمان وصول اللاعبين إلى أقصى مستويات مطلوبة لخوض المباريات الدورية والدولية. أما عن الواجبات التعليمية للتدريب الرياضي، يوجد العديد من الواجبات المناطة بعملية التدريب الرياضي، ومنها الواجب التعليمي الذي يشمل الأمور الآتية: التأكد من القيام بعملية تنموية تدريبية على جميع الأصعدة سواء بدنية أو صحية أو على مستوى السرعة والتحمل، وتنمية الصفات البدنية التي تتطلبها الرياضة والتي يمارسها الشخص، واكتساب المهارات وتعلم الخطط التي تكفل للشخص الرياضي المنافسة على صعيد الرياضة التي يقوم بها. كذلك تعلم المعارف والعلوم النظرية عن جميع أنواع الرياضة كطرق التدريب المختلفة والقوانين واللوائح الرياضية. أما فوائد ممارسة الرياضة، تعود بفائدة كبيرة على الأشخاص في مختلف فئاتهم العمرية. فالرياضة شيء مهم للعقل جدا وللجسم، بل هي ذات فائدة لروح الإنسان كذلك، كما أن للرياضة أثرا إيجابيا في تعلم مهارات العمل الجماعي وحل المشكلات، وتساعد على بقاء الشخص في وزن صحي ومثالي، وتقلل فرصة إصابة بالأمراض كهشاشة العظام والسكري والضغط وغيرها من الأمراض المزمنة التي قد تودي بصحة الإنسان. كذلك تعطي الإنسان نمطا صحيا في المعيشة، وتساعده كذلك على التفكير بنمط صحي غذائي يتناسب مع أنواع الرياضات التي يقوم بممارستها بشكل يومي. كذلك تساعد الإنسان على وضع جدول خططي للرياضات التي سيقوم بممارستها خلال أسبوع أو فترة زمنية معينة.
أما الآن وقد انتهينا من الحديث عن الرياضة وفوائدها، سننتقل الآن إلى طرح مجموعة من الأسئلة. سأطرح هذه الأسئلة على شكل خيارات متعددة، ثم سأقوم بطرح الإجابة الصحيحة بعد كل سؤال. من السؤال الأول، ما الفوائد الصحية للتدريب الرياضي؟ ألف، تطوير جهاز المناعة في الإنسان وتعزيزه، ب إبعاد الأمراض والتخلص من الضعف البدني الناتج عنها، جيم تأقلم أعضاء الجسم وأجهزته على نمط صحي ومريح، دال جميع ما ذكر. الإجابة الصحيحة بالطبع هي دال جميع ما ذكر. أما عن السؤال الثاني، من الفوائد التربوية للتدريب الرياضي؟ ألف، تعليم الأفراد حب الرياضة، ب خلق دوافع لدى الأفراد لتعلم الرياضة ودخول نظام التدريب الرياضي، جيم تطوير جهاز المناعة في الإنسان وتقويته، دال ألف زائد باء. الإجابة الصحيحة بالطبع هي ألف، لتعلم الأفراد حب الرياضة ولتخلق لديهم دوافع لممارسة الرياضة ودخول نظام تدريبي كذلك يكون متوازنا. أما عن السؤال الثالث، من الفوائد التعليمية للتدريب الرياضي؟ ألف، تطوير جهاز المناعة عند الإنسان، ب إبعاد الأمراض والتخلص من الضعف البدني الناتج عنها، جيم تزويد الأفراد بالمعلومات الصحية والفوائد الغذائية وأسس النظام الحركي، دال لا شيء من ما ذكر. الإجابة الصحيحة بالطبع هي جيم تزويد الأفراد بالمعلومات الصحية والغذائية وأسس النظام الحركي، جيم العمر والجنس من العوامل التي تؤثر في اختلافات التدريب الرياضي. هذه الجملة ألف صحيحة، باء خاطئة، جيم تحتمل الصواب والخطأ، دال غير مفهومة. بالطبع هي إجابة صحيحة. السؤال الخامس والأخير، الخطط التي تهدف إلى إعادة اللاعبين لمستويات ومسابقات قريبة. ألف، خطط التدريب عن بعيدة المدى، باء خطط التدريب قصيرة المدى، جيم خطط التدريب الأسبوعية، دا خطط التدريب السنوية. بالطبع الإجابة الصحيحة هي باء، خطط التدريب قصيرة المدى. الآن وقد انتهيت من طرح الأسئلة مع إجاباتها لتعم عليكم الفائدة، لا تنسوا زيارة موقعنا الإلكتروني دوراتك.com الموجود في صندوق الوصف لمزيد من المعلومات.